الجهة الأخرى اللي هي حركات السيتنج هذا اللي السيتنج هذا اللي احنا فيه ذكرني فيها بشكل كبير. بدأت كهواية بث مباشر عن طريق الإنترنت، الآن تحولت إلى شركة أو شركة فيها ما تخصصي بشكل كبير هذا المرئي للإنترنت تحديدا. الجهة الأخيرة اللي ساهمت في تأسيسها شركة متخصصة في مجال تطوير التواجد الرقمي على الإنترنت. هدفها الأساسي أن نطور تواجد الشركات على الإنترنت من خلال قنوات التواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني وغيرها. شكرا. طبعا الهدف من التعريف هو مو أنه نسوي دعاية بقدر ما هو أنكم على أساس تعرفون أكثر على الناس اللي راح تقدمون، وممكن يكون الأسئلة تعرفون يعني إجاباتنا أنه تكون في المجال اللي بشكل أكثر. أخرى كان العيدي تعرفنا عن نفسك. شكرا مشيد، مساكم الله بالخير جميعا. في البداية أشكر السفارة الأمريكية بالرياض على تنظيم هذه الندوة على الإنترنت، وأتشرف بالمشاركة مع أخواني أستاذ رشيد وأستاذ مازن. راكان العيدي شغوف بريادة الأعمال وهي مجال تخصصي وعملي. أعمل حاليا كالعضو المنتدب لمنظمة إندفر السعودية، وهي منظمة غير ربحية أطلقت فرعها الجديد في المملكة العربية السعودية، متخصصة في البحث واختيار رواد الأعمال المؤثرين ودعمهم لتكبير أو توسعة منشآتهم وشركاتهم الريادية بما ينعكس ذلك من أثر على الاقتصاد السعودي وكذلك على خلق فرص الأعمال. رحلتي مع ريادة الأعمال بدأت من عام 2006 تقريبا، من ذاك الوقت وأنا شغوف في مجال ريادة الأعمال، وتخصصت فيها في درجة الماجستير مؤخرا الحمد لله. وكان لنا جروب صغير على الياهو اسمه Entrepreneurs in KSA في 2007، يعتبر بدايات الريادية مع ريادة الأعمال. شكرا. تعرفنا بس راكان، لو واحد يبغى يتعرف أكثر على إندفر. طبعا إندفر أطلقناها قبل عدة أشهر، وهي مبادرة من عدد من رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية. الموقع هو endeavor.org وهو موقع إندفر العالمي، حتى الآن لم يطلق الموقع السعودي بعد. مجال تخصصنا نبحث عن رواد الأعمال أصحاب الشركات القائمة وليست الناشئة، التي تجاوز عمرها أو يتراوح عمرها بين السنتين والثلاث سنوات، ونهدف ويكون لها مداخيل وستيبل في مرحلة وصلت إلى مرحلة النمو وليس في مرحلة المشروع الناشئ أو الستارت اب. سلام. أخوكم رشيد البلاع، المدير التنفيذي لشركة المبادرات الوطنية N2V، شركة تعمل في مجال الاستثمار في مجال وتطبيقات الهواتف الذكية. شركة N2V بدأنا فيها من عام 2009 تقريبا، رغم أن نشاطاتنا في مجال الإنترنت كالشركة الأم تعود من عام 99. استثمرنا في مجموعة من الشركات وأنشأنا مجموعة من الشركات، ولدينا مجموعة من الشركات العاملة كلها في مجال الإنترنت وتطبيقات الهاتف. قبل N2V كنت أدير شركة مباشرة للخدمات المالية، وهي شركة وساطة أسسناها بحلول مباشر للخدمات المالية، وتوفر خدمات الوساطة في حوالي 30 دولة في العالم العربي، 30 سوق في العالم العربي، والحمد لله ناقت نجاح كبير ونمو كبير. كبرى الشركات العالمية تنفذ عن طريق مباشر الآن في المنطقة. وقبلها كنت في المجموعة الوطنية التقنية، وهي الشركة الأم لشركة N2V ومباشر، واللي هي تعتبر من كبرى شركات التقنية في المنطقة. أنا كمان مجالي زي ما يمكن أكثر في مجال التقنية وأكثر في مجال الإنترنت في الفترة هذه، لكن مفهوم ريادة الأعمال بشكل عام ينطبق على جميع القطاعات وليس فقط على قطاع الإنترنت. يسرنا أن نبدأ بأخذ أسئلتكم. الأسئلة راح تكون على صفحة الفيسبوك في دردشة الغرفة الحوارية، وعلى هاشتاغ رياديون على تويتر. وطبعا الأخوان في السفارة الأمريكية قاعدين ينظمون الأسئلة، فيعني إذا كانت عدد المفروض الناس اللي حاضرين معنا أكثر من 3000 شخص وأول مرة تقيم السفارة، يعني
حوار تفاعلي مثل هذا. اعذرونا اذا التقنيه قصرت معنا او اذا كان ما نقدر ناخذ كل الاسئله. واتوقع نبدا باخذ الاسئله. الدكتور يسأل ما هي أساسيات البدء في أي مشروع وما هي المقومات المشروع ريادي ناجح؟ يعني أنا أحب أبدأ في بداية بتعريف إيش معنى مشروع ريادي وريادة الأعمال، والكلمة هذه يمكن تكررت كثير جدا. تعريف ريادة الأعمال اختلفوا فيه ناس كثار وعندنا يعرف وكل واحد بدأ يعرف ريادة الأعمال فيه بدل. أنا اللي أرى أنه ريادة الأعمال هو واحد يبدأ مشروع يكون هدفه يكون فيه نمو كبير، يكون هدفه أن يكون المشروع له نمو كبير ومستعد أنه يتعب تعب شديد ويجتهد جهد كبير ويشتغل ليل نهار لإنشاء هذا المشروع ولتنميته ولتكبيره لحد ما يصبح شركة عالمية. طبعا يختلف هذا عن اللي يسمونها المشاريع اللايف ستايل او المشاريع اللي والله انا ابغى اصير مدير وابغى افتح لي محل واقعد امر وانهى، ولا ابغى اصير مدير شركه على اساس اجي اخر واحد وامشي اول واحد وكذا. هذه مشاريع مو شرط انه ما تكون ناجحه، ممكن تنجح وكل شيء لكن ما تعتبر مشاريع رياده اعمال لانه ما فيها الطموح الكافي والنمو الكافي اللي ممكن يؤهلها أنها تكون مشاريع ريادة الأعمال. هذا تعريفي لريادة الأعمال. هل تتفقون معي شباب فيه ولا ترون أنه أضيف نقطة بسيطة؟ دائما في خلاف على موضوع تعريف ريادة الأعمال، وأعتقد أيضا صار حتى خلاف في الفترة السابقة على تويتر بين أكثر من مغرد ما هي ريادة الأعمال. فيمكن نقدر نختصرها بكلمتين، هي النمو والابتكار. أنا ذكرت النمو أبو محمد، أعتقد أيضا الكلمة الثانية اللي هي الابتكار. ضروري أنه يكون البزنس الريادي والمشروع الريادي والمنشأة الريادية فيها نوع من الابتكار. ولما نقول ابتكار ما نقصد الاختراع، الاختراع هو انك تخلق شيء جديد، الابتكار انك تقوم بعمل شيء جديد. فالنمو والابتكار مثل ما وجدت المنشأة المبتكرة والقابلة للنمو السريع، اذا هنا ممكن نشوف مشروع ريادي يختلف عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة. اثني على كلام الشباب، الموضوع اللي ذكره ابو محمد الاستاذ الشيخ الفكره والجهد الفايل والضغط الكبير، هذا بسبب الاساسي ان الفكره غير تقليديه. الافكار الجاهزه التقليديه ما تتطلب من الواحد انه يجتهد اجتهاد. هذه احد معايير خلينا نقول المشاريع الرياديه، تكون فكره غير مسبوقه، ممكن مغسله لكن كانت الطريقة الريادية تتغير شوي في طريقتها، ينعكس تجارتك للعمل لأنك تبدأ شيء جديد ما أحد سبقك إليه في مجالها التخصص. الشغلة الثانية بالنسبة للمهارات، مهارات بعضها خلينا نقول مكتسبة، بعضها الآخر مهارات مكتسبة تقدر تتعلمها في جامعة أو في غيرها. رائد الأعمال في مهارات أو خلينا نقول إدارات شخصية يشترك فيها كثير من الرياديين، مثل والله الإصرار، العمل الجاد، الالتزام، هذه تلقاها كلها موجودة بشكل طاغي على رائد الأعمال وضروري يتحلى فيها عشان يقدر يكمل. إيش؟ لأنه بيبدأ مشروع غير مسبوق، لأنه يحتاج يدور طريقة، يمكن يجينا بعد شوي في الأمر، يحتاج أنه يروح يقابل 20 واحد يقنعهم فكرة مشروع الجديدة. ففي مهارات شخصية، جدارات شخصية، في أشياء مكتسبة اللي هي ممكن تدرسها بالتعليم أو غيرها. هذا تقريبا خلينا نقول عشان ما نطول بس في هذا، يعني بس عشان ألخص كلام الشباب وكلامي، يعني اللي على مثال اللي ضربه الأخ ركان، يعني اللي يفتح مغسلة ملابس قد يكون رائد أعمال وقد ما يكون رائد أعمال. إذا فتحها وجاب موظف يشتغل فيها ويأخذ منه 5000 ريال آخر الشهر ما صار رائد أعمال. إذا فتحها وقعد هو فيها وبدأ تميز فيها وحط فيها بعض اللمسات الإضافية وصار يعني صار لها اسم وصارت تنمو وصارت كذا، صارت مشروع ريادة أعمال. ونفس الشيء اللي يبغى يفتح موقع إنترنت
ويروح يبغى يوظف له مبرمج ويخليه يسوي كل شيء وهو قاعد يتفرج عليه مو رائد أعمال، واللي يكرف ويتعب فيها. إيش المتطلبات الموجودة في ريادة الأعمال؟ أنا أرى أنه لإجابة السؤال أرى أنه أكبر متطلب أنه يكون عندك القدرة على تنفيذ الشيء اللي تبغى تعمله. ريادة الأعمال مو مجرد فكرة، والله أنا عندي فكرة كويسة وأتوقع لها نجاح، أنا راح يطلع 100 واحد يسوي الفكرة هذه ويعني بطريقة أفضل منك ويأخذها منك. رائد الأعمال يكون عنده القدرة، القدرة هذه يا إما أنه يكتسبها بالتجربة بالممارسة والخطأ، فأنا أبدأ المشروع وأنا ما عندي أي خبرة فيها وأتعلم وأنا ماشي وراح أخسر فيه، أو أنه يكتسبها بأنه يشتغل في شركة شبيهة في شركة مقاربة يتعلم منهم بعد الحد ما يحس أنه صار عنده القدرة وصار عنده الميزة التنافسية يطلع ويبدأ فيها. هذا من أهم المتطلبات الموجودة. باقي الأمور، الأمور المالية والأمور القانونية والأمور الغيرها، هذه كلها تحصيل حاصل. إذا صار في رائد أعمال أو مجموعة رواد أعمال أو رائدة أعمال عندهم القدرة على تنفيذ فكرة معينة، ما راح يواجهون الصعوبة الكبيرة، ما راح تكون سهلة بس ما راح يواجهون الصعوبة الكبيرة في أنهم يجيبون مستثمرين معاهم، في أنهم ينفذون الفكرة، في أنهم هل أجبنا السؤال ولا يخليك نأخذ سؤال آخر؟ أعيد السؤال بس، أنه كثير من الشباب والشابات عندهم أفكار كثيرة ويجدون صعوبة في وجود تمويل لها في المملكة، فما هي الحلول لإيجاد التمويل في المملكة؟ واحدة من أهم أسباب المشكلة هذه طبعاً أشوفها كبيرة جداً، الواحد ورائد الأعمال يحاول أنه يبدأ مشروعه يخليه كامل من البداية، أو نقول يبغى يسوي كل شيء في مشروعه فيتطلب منه مبلغ ضخم، ما يفكر انه ياخذه على شكل مراحل او يقسمه على شكل مشاريع صغيره او خلينا نقول مراحل كبيره. ضربت لكم مثال، ما ابغى اضرب مثال عن نفسي، لكن بما ان الحين نشوف الوضع هذا يسمح، مثلا الحركات بدات بشركه، بدات الشركه هذه قبل 3 سنوات تجربه زي اللي قاعدين تشوفون الان، جهاز لابتوب ما فيها استثمار، ما تحتاج تمويل، بس كان الفكره ان بدات كفكره لقيت نفسك فيها قابله للنمو بعدين، ثم بعد ذلك قدرت يقدر الواحد بعدين يطورها ويجيب لها مال إذا أثبت جدواها. فهذه أول نقطة. الشغلة الثانية، كثير من الشباب يضع لنفسه هذا الحاجز النفسي قبل لا يبدأ، فهو يبغى يبدأ أو خلينا نقول يبغى يسمع بريادة الأعمال، بس عشان ما يبدأ يحط لنفسه هالحاجز النفسي يقول أوه والله ما عندي سيولة عشان أبدأ مشروعي. لكن فعليا إذا بديت تقدر إنك تشغل مشروعك. واللي ألاحظه في كثير من شباب الأعمال اللي بدأوا أو الرياديين استطاعوا أنهم يمولون مشاريعهم ذاتيا بدون الرجوع لأي مستثمر أو خلينا نقول لأي جهة تمويلية من عملائك، خاصة في المشاريع الخدمية والقائمة على الخدمات. فإذا عوضا عن البحث عن تمويل، ابحث عن عميل. هذا هو خلينا نقول القاعدة الأولى اللي المفروض الواحد يشتغل عليها. شارك أيضا بتجربة بسيطة. كان فيه مجموعة من الأخوات اللي شرفت على تدريبهم وبدينا مشروع ب $500، $500 أسترالي تقريبا تعادل حوالي 2000 ريال أو 1700 ريال، وحقق المشروع خلال 6 شهور عائد 1000%. التمويل نعم نعترف أنه هو مشكلة في السعودية اليوم، ولكن لا أعتقد أنه عائق عن البداية بريادة الأعمال. مثل ما ذكر أخوي مازن، تجزئة المشروع على مراحل، ابدا ما يسمى باللين ستارت اب، ابدا باقل الموارد الممكنه، انتج لك ما يسمى بالام في بي او المينيمم فايبل برودكت، اقل منتج تقدر تنتجه من الموارد المتاحه عندك وتوكل. يعني انا اشوف انه ايجاد العميل اصعب من ايجاد التمويل في السعوديه. اذا قدرت توجد العميل اللي بيشتري منك صدقني الممول راح يجي، لانه راح يشوف الصفقه وراح يشوف في عائد مباشر للاستثمار. أنا يعني أؤكد على كلام الأخوان وأضيف عليه، يعني التمويل هي مشكلة ترجع لمفهومنا عن ريادة الأعمال. كل واحد رائد أعمال يرى أنه يبغى يسوي زي ما سوى مارك زكربيرغ في فيسبوك
ولا زي ما سووا الشباب في جوجل ولا زي ما سووا كذا وحقق نجاح بعشرات المليارات في فترة قصيرة ويصير شاب عمره 25 سنة ولا 30 سنة أو شابة وصار بليونير. فرصة حصول شيء زي هذا تكاد تكون معدومة وقليلة جدا. أغلب شركات ريادة الأعمال تحقق عوائد جيدة وتحقق نمو جيد بس مو بالنجاحات الخيالية هذه، وقد يكون فيه صعوبة كبيرة أنها تحصل. في المقابل نرى أنه يا أخي حنا عندنا في البلد هنا أجدادنا وأباءنا اللي قوموا البلد هذه واللي صاروا كبار التجار واللي صاروا عندهم المليارات يعني ما شاء الله عليهم، ما بدأوا برؤوس أموال، ما بدأوا بقوانين، ما بدأوا ببنية تحتية، ما بدأوا بحاضنات، ما بدأوا بأحد ساعدهم فيها، بدأوا بكل بساطة البلد كانت قاعدة تنمو، فيها فلوس، فيها فرصة، في طلب من الناس على المنتجات الاستهلاكية وغيرها، فسدوا الثغرة هذه وسدوها بأمور بسيطة. يعني كل يعني لو يدخل أحد منكم على الغرفة التجارية مثلا في الرياض والغرفة التجارية الأخرى فيها مجموعة فيديوهات في لبعض كبار التجار في البلد اللي يحكون قصصهم وبداياتهم، يوريك اللي بدأ راعي غنم واللي بدأ شغال في مكتب صغير واللي بدأ كذا والحمد لله قدروا يحققوا نجاح كبير. فالواحد اللي يحسب انه ريادة الأعمال انا خرجت من الجامعة قال لي مستثمر يعطيني كم مليون وبحطها في شركة وبوظف لي موظفين وبصير مدير وبصير مليونير يحلم، يكاد يكون يحلم. اغلب رواد الأعمال يتخرج من الجامعة ويتخرج من دراسات عليا كمان احيانا ويروح يشتغل في شركات ما هم الراتب فيها، قد يكون راتبه اللي يشتغل فيها أقل، بعضهم حتى يشتغل كإنترنت كمتدرب في الشركات هذه بس عشان يتعلم الخبرة، يقعد سنة وسنتين بعدين يبدأ يبني شبكة ويبني علاقة ويبني معرفة ويعرف وين الفرص. ما في رائد أعمال يعني ناجح قد يكون نجح من أول فكرة له. ستيف جوبز، بيل جيتس، ارجعوا اقروا في سيرهم الذاتية تجدون انه بدأوا عشرات الشركات الفاشلة قبل ما تبدأ قبل ما يلاقون اي نجاح، اشتغلوا اي وظيفة لقوها، عملوا اي شيء، هذه كل قصص الفشل يعني تبني للخبرة الشخص وتبني الى نجاحه في الاخير ويحصل فيها شيء هذا. فمسألة التمويل زي ما ذكر الاخوان في البداية ما تحتاج تمويل، ابدأ بأقل إمكانيات تبدأ لما تثبت نظرية فكرتك، إنك تقدم خطة عمل ودراسة جدوى. ترى يعني المستثمرين أو الجهات التمويلية كمان ناس فاهمين وأذكياء، يعرف إنه هذه الأرقام اللي يعني حاطة رائد الأعمال معقولة ولا غير معقولة، عنده القدرة ينفذها ولا ما عنده القدرة ينفذها، هل الفرصة مواتية، إيش نسبة المخاطرة فيها، إيش نسبة حدوثها وغير عدم حدوثها. ولكن زي ما ذكروا الشباب إذا عندك منتج مثبت وناجح وعندك عملاء فيه أي شخص يعني عنده فلوس يكون يعني مسرور وسعيد إنه يستثمر معكم. نأخذ سؤال آخر. أستاذ وليد في فيسبوك يسأل عن دراسات عن مدى نجاح المشاريع الناشئة في السعودية. أنا أقول اطلع الشارع وشوف المحلات وشوف المشاريع الناجحة، يعني ما تحتاج الشغلة دراسة. في نقطة أهمية في غالب المشاريع الريادية، عذرا، غالب المشاريع الريادية أو في أي مشروع في الغالب تحديين أساسية. التحدي الأول idea challenge أو خلينا نقول تحدي في إيجاد فكرة مناسبة غير مسبوقة في السوق. الأمر الآخر execution challenge، قدرة تحدي التنفيذ. ولله الحمد في السعودية ما عندك idea challenge، في أفكار كثيرة لم يسبق ما طرق خلينا نقول تم تنفيذها أو طرقها الناس، ففي مجال كبير جدا وتشوفونها أنتم الآن. أي مطعم يفتح يلقى زباين، ما في مطعم فتح وهو أكله للريل، فالموضوع كله في الإكسكيوشن، فهذا هو الشيء اللي أنت تلعب عليه وتركز عليه. إذا والله قدرت أنك تنفذ المشروع بشكل جيد، فغالبية خلينا نقول ما بعد وصلنا في السعودية لتضخم أو خلينا نقول تنافس أو خلينا نقول اقتحام في المشاريع اللي بيخلي أي أحد يبدأ فكرة مرتبة ومشتغل عليها بشكل مرتب ما تنجح، فهذا خلينا نقول يعزز فرصة النجاح.
ما أعتقد أن مرت علينا إحصائية دقيقة للسوق السعودي، لكن المعروف والمتعارف عليه عالميا أنه 70% من المنشآت أو 70% من المنشآت تقفل خلال 3 سنوات الأولى، والنسبة تنخفض، واللي ينجح 30% هذول اللي يعدون 50% منهم يقفلون خلال 5 سنوات الأولى. هذا عالميا كمتعارف عليه، لكن في السعودية عندنا أنا أتصور مثلا لو نأخذ الرياض كمثال، الرياض اليوم 6 مليون نسمة حسب آخر إحصائية، أكبر من بعض الدول في المنطقة. هذه بحد ذاتها سوق واعدة أنك تفتح أي مشروع وتغامر. مثل ما تفضل أخوي مازن، أنا أعتقد أنه التنفيذ هو المهم. لما تفتح، أنا قبل كم يوم أتقهوى أنا وياه في مقهى، أتوقع الديكور الحالة مكلف 200 و 300 ألف ريال. في النهاية أنت مبيعاتك كوفي شوب ولاتيه وكابتشينو، ومبيعاتك ما تجاوز يمكن ما تصل 1000 ريال باليوم، فكيف حتغطي قيمة الديكور المبالغ فيها هذه؟ ابدأ بسيط وحاول أنك تكبر مع تنوع مصادر دخلك، بإمكانك أنك تغطي تكاليف مشروعك وتتجاوز مرحلة الفشل. ممتاز. أنا أحب أضيف نقطة، المنافسة لما تكون المنافسة بفلوس، يعني كما تفضل أخرى كان والله ديكور ولا إعلانات ولا كذا، حتما في شخص عنده فلوس أكثر منك وراح يجي يقدر ينافسك فيها بشكل أسهل. لكن لما تكون المنافسة في التميز في الخدمة، لما تكون زي ما ذكر الأخ مازن، لما تكون المنافسة في أنك أنت قدمت خدمة لعميلك، حليت له مشكلة، راح يجدون من الصعوبة أنهم ينافسونك في المشكلة هذه. أنا عجبني مرة حضرنا المحاضرة في أمريكا، كانت فيها ماريسا ماير اللي كانت نائبة رئيس في جوجل والآن هي المدير التنفيذي لياهو، فقالت إنه جوجل يركزون على حل التوث برش بروبلم، اللي هو مشاكل تفريش الأسنان، كلنا انصعقنا يعني من المثال. فقالت إن حنا نبحث عن المشاكل اللي تواجهك بشكل يومي، فضربت المثال بالفرشاة الأسنان، قالت لو إنه أحد حل المشكلة تفريش الأسنان أنك كل يوم الصباح تفرش أسنانك، وجد لك طريقة أنك ما يحتاج تفرش أسنانك، بصير بليونير. فكل ما كانت المشكلة عامة أكثر، كل ما كانت المشكلة تواجه عدد أكبر من الناس، كل ما كانت المشكلة يعني تزعل المستخدم وده أنه يتخلص منها، كل ما كان النجاح اللي يحصل منها أكبر. فكثير من رواد الأعمال لما قبل ما يدخلون في مجال ريادة الأعمال، قبل ما يدخلون في مجال التجارة، يظنون أنه الفكرة هذه أو الفكرة هذه هي اللي راح تكون شيء عظيم، بس يدخلون في المجال هذا يكتشفون أنه في فرص أعظم وأعظم وأعظم ما كانوا عارفين عنها، أنه لأنه يا إما أنه مشكلة واجهتهم لما بدأوا مشروعهم، لو حلوها الآلاف الناس الثانيين فراح تصير أفود من مشروعهم اللي يبدأونه، يا إما أنه اطلعوا على السوق وعلى إحصائياته وعلى هذا. هذه الأمور ما تجي، كثير من ريادة الأعمال ما يجي بالإحصائيات، يجي بأنك أنت تعرف أنه عندك تميز وتجرب وتنجح أو تفشل. أخيرة اللي يسأل السؤال هذا أتمنى ما يكون الدافع أنه يثبط نفسه وغيره. الواحدة من قبل فترة كنا في سيليكون فالي أو وادي سيليكون في أمريكا، وقابلنا أكثر من جهة خلينا نقول استثمارية، كلهم كانوا يسألون المبادر، أول سؤال إذا جاهم رائد أعمال كم مرة فشلت. ففعليا هذا اللي يخليهم كل ما زادت عدد مرات الفشل كل ما قالوا هذا الرجال تعلم أكثر. ف مفهومنا للفشل مفروض نعيد النظر فيه، أن الفشل قد يكون فعلا أحسن معلم لك، وهو خلينا نقول حجر الزاوية لأنك تبني مشروع جديد ناجح بإذن الله تعالى. في نقطة بس أبغى أعلق عليها كمان إضافة للحديث هذا، لأنه تكلمنا على التمويل وتكلمنا على المشاريع والأفكار وكذا، وذكر الأخرى كان المينيمم فايبل برودكت أو الـ MVP أو اللي هو المنتج الأدنى اللي يمكن تسويقه. في نظريتين للاستثمار في الغرب أو في الأسواق اللي هي ناضجة شوي. نظرية تقول إنه والله أصرف فلوس بشكل كبير على الشركة إذا كانت الفرصة متاحة، على أساس تسبق وتأخذ الفرصة قبل الناس الثانيين. ونظرية تقول إنه لا، ابدأ بأقل منتج ممكن تسوقه وجرب وعدل فيه باستمرار لحد ما تصل المنتج المثالي، بعدين إلين ما تحس إنك مليت إيدك من الشيء ابدأ توسع فيه. النظريتين في الأسواق الناضجة ينجحون، وشفنا تجارب عليها، شفنا شركات بدأت برؤوس أموال خيالية ونجحت، وشفنا شركات بدأت برؤوس أموال متواضعة ونجحت.
لكن في الأسواق الناضجة وأركز عليها هذه. ليش؟ فلنفرض أن والله موقع إلكتروني واحد يبغى يسوي موقع تجارة إلكترونية مثلا، وجاء في الغرب في أمريكا، بدأ ميزانية بسيطة ب50,000 ب10,000 ب20,000 وبدأ وتعلم وسوى منتج وموقع جيد وبدأ يتوسع وبدأ ينتشر، بعدين لقى مستثمرين وتوسع فيه. هذا يأخذ وقت أطول صحيح، لكن يبني فريق أقوى ويبني سمعة أقوى، ولما يشترونه الشركات الأخرى أو يطلع من الشركة هذه اللي يسمونها الإكزيت، إنه تجي شركة أكبر منه تشتريه بعشرات أو مئات الملايين، تشتريه بسبب أساسي مو لحجم السوق اللي حصل عليه ولا حجم الدخل اللي عندهم، تشتريه للفريق، قوة الفريق، للاسم، للتقنية اللي موجودة عندهم. بينما في المقابل شفنا شركات حطت رؤوس أموال بعشرات ومئات الملايين وبدأت بشكل قوي وكبت فلوس على الإعلانات وعلى التسويق وعلى النمو بشكل سريع، وكمان يشترونها الشركات اللي أكبر منها، بس ما يشترونهم للفريق لأنه ما مداهم يكونون فريق قوي، ولا يشترونهم للتقنية اللي عندهم لأن التقنية مركبة بشكل سريع عندهم، يشترونهم لحصة اللي أخذوها من السوق لأنهم قدروا في سوق يأخذون حصة كبيرة. اللي حاصل عندنا هنا في العالم العربي وفي السعودية بشكل خاص، ما في سوق كبير مثلا في بعض القطاعات اللي تقدر تقول والله أنا كب فلوس عليه وأنجح قصد. يعني مثلا والله إذا أنت تشتغل في قطاع مثلا العقاري صحيح شغلة فلوس، حط فلوس واستثمارات ضخمة وتنجح، لكن والله اللي يشتغل في مجال الإنترنت، اللي يشتغل في مجالات اللي شوي ما زالت جديدة فيها تعلم، ما في. طيب أوكي جالك 50 مليون استثمار، وين راح توظف الموظفين؟ وين عندك الناس اللي عندهم الخبرات العظيمة اللي راح توظفهم برواتب عالية وراح يبدأون هذا؟ مو موجودين. فما عندنا خيار في بعض القطاعات في ريادة الأعمال. إحنا زي ما ذكرنا أنا خلفيتي شوي تقنية أكثر، والشباب أغلبه يعني حتى راكان خلفيته تقنية، ومازن بشكل أكثر. ففي مجال التقنية في مجال الإنترنت مثلا من الصعب أنك تقول والله أنا أبدأ وأصرف ملايين وبعدين يعني أنجح، لأنه هذا في الغرب أنا والله إذا جاني ملايين أروح أوظف لي واحد كان في جوجل وواحد كان في مايكروسوفت وواحد كان في كذا، وأشتري لي الشركة اللي أصغر مني وأعمل كذا وأبني فوقهم. هنا في العالم العربي ما عندك الناس اللي عندهم الخبرات هذه، لازم تبدأها من بنفسك وتتعلم عليها بالصعوبة. فأحيانا الخيار أنه والله يتعلم هو الخيار الوحيد، لكن كمان ما نبغى إذا مليت إيدك من الشغلة وحسيت أنه فيها فرصة تبدأ على طول نمو سريع، لانه هنا عندنا كمان اذا والله واحد نجح راح يجي 100 واحد يحاول يقلده ويعني ياخذ نجاحه، فلازم يكون جاهز للنمو بسرعه اذا ملا ايده من النجاح. الأخ على تويتر على هاشتاغ رياديون يسأل هل هناك مكان يعرف فيه من الجهات الداعمة لريادة الأعمال. أنا ما أعرف جهة معينة، أعرف أنه مثلا زي الغرفة التجارية عندها مركز شباب الأعمال فيه يقدم بعض الإحصائيات وبعض المعلومات وبعض الكتيبات وبعض الأشياء هذه للناس اللي يعملون في مجال التجارة يعني بشكل عام. في مجال الانترنت في جهات مختلفة ممكن يعني حنا نحاول نذكر بعضها. هل تعرف؟ أنا الحقيقة قمت بحصر الجهات هذه في لستة وطلع لي 25 جهة داعمة حكومية وشبه حكومية لريادة الأعمال. أنتوا مو واحدة منها طبعا، لكن موجودة على حسابي في تويتر، أعتقد في واحدة من الفيفورت تغريدات، قائمة ب 25 جهة من مختلف مناطق المملكة، أشهرها بنك التسليف، معهد ريادة الأعمال الوطني، ريادة، الغرف التجارية بشكل عام، صندوق عبد اللطيف جميل، صندوق المئوية، إندفر السعودية الآن كجهة جديدة داخلة. هذا تقريبا يعني الأبرز اللي على الساحة. أيضا يوجد أكثر من جهة أو أكثر من مبادرة تابعة لبعض الجهات. الجهات الحكومية أتكلم مثلا عن لجنة شباب الأعمال اللي أتكلم عنها، مركز شباب الأعمال كذلك، لجنة دورها تعريفي وخلنا نقول
خلينا نقول الهام وخلينا نقول استضافه رجال اعمال وغيرها، فعندهم كونتنت ومحتوى ممتاز وثري على الانترنت اللي يبحث خلينا نقول قصص نجاح وغيرها وكذا. بالنسبه للجهات اللي شبه حكوميه او اقول الجهات اللي طلعت من مبادره فرديه، فعندنا مجموعه عقال وهي مجموعه استثماريه تعنى برياده الاعمال ودعم الشباب من ناحيه ماليه، لذلك خلينا نقول كل معهم كشراكه بالخبره والنوها اعضاء اللجنه. في كذلك اللي هم الصندوق المئويه للمشاريع اللي حاضنه بادر ما ننساها كذلك. كانت ملك سعود عندهم مركز الامير سلمان لرياده الاعمال برنامج جدا رائع اللي هو الرخصه الدوليه لرياده الاعمال يقدمونه، وتنمية رياده الاعمال كذلك. في جهات كثيره جدا بس يعتمد بالدرجه الاولى وش نوع الدعم اللي انت تحتاجه، هل هو مالي، هل هو خبره، هل هو خلال النوع من خلال نوع الدعم اللي تحتاجه اتوقع بتقدر تحصل على المناسبه. ممتاز. اضيف على ذلك طبعا بالطبع زي ما ذكر مازن انه تعتمد على ايش نوع الدعم وايش القطاع اللي تشتغل فيه وايش مدى خبرتك في هذا المجال. فاذا كانت عندك الخبره الكافيه في مجال التجاره وفي مجال رياده الاعمال وكل اللي تحتاجه انه بعض العلاقات والمعارف، فممكن انه الغرف التجاريه تكون من افضل الاماكن واجتماعاتها، ولا انك تتعرف على الناس اللي هناك يكون له فائده عظيمه. من الجهات اللي يمكن ما ذكرت هنا وانا اشوف انه لهم مستقبل جميل في المجال هذا اللي هو صندوق واعد من ارامكو، قائمين الان في بالتمويل ويقومون بالاحتضان ويقومون بشغلات يعني جدا ممتازه. الحاضنات بادر اللي في مجال التقنيه ذكرها الاخ مازن، جمعية ريادة الأعمال يمكن مازن ذكر الرخصة الدولية لريادة الأعمال، وهذه للناس اللي ما زالوا في بداية يعني رغبتهم بأنهم يكونوا رواد أعمال. برنامج جميل جدا في تدريب 100 ساعة ويحصل الواحد في نهايته على الرخصة الدولية لريادة الأعمال، فهو يمون الناس اللي عندهم الخبرة يمكن الكبيرة، لكن الناس اللي ينوون الدخول في هذا المجال برنامج ننصح به. إذا نختصر الإجابة أن الجهات تتنوع ما بين جهات تعمل معك على احتضانك من وانت في فترة الفكرة أو الخاطرة إلى جهات جاهزة للتمويل فورا. الجهات الفكرة مثلا زي ما قلنا معهد ريادة الأعمال أو الرخصة الدولية لريادة الأعمال، إذا كان مشروعك جاهز وقطعت شوط في التأسيس، أيضا مجموعة عقال وهي مجموعة من رجال الأعمال في الرياض والخبر وجدة، موقعها الإلكتروني عقال.org جاهزة للاستثمار فورا مع المشاريع اللي قطعت شوط وتأسست أو في مرحلة التأسيس الأولية. فشبكة سرب الآن التابعة برضو لمدينة الملك عبد العزيز وحاضنة برنامج بادر، في أيضا حاضنة فيرسو حاضنة أعمال لأي مشروع تعليمي. واعتقد اللسته حتطول خلال السنتين القادمه يعني باذن الله، تنوع في حسب التخصص وحسب مرحله المشروع، واعتقد انه بحث بسيط على جوجل ممكن انه يوصلك ان شاء الله بعض الجهات. بقول بحث على جوجل، انا بورط راكان، انا بقول على التويتر اكاونت حقه راكان فنور راكانور انه راح يعمل تويته جديده بقائمة محدثة من المشاريع. أضيف على ذلك أنه في عدد القطاع الخاص اللي هو شركات متخصصة الصناديق الاستثمارية اللي تستثمر في هذا، مثل انتوفي، مثل صناديق الاي سي تي المختلفة، الاس تي سي فينتشرز وغيرهم اللي يستثمرون في هذه. لكن قبل ما تسأل وين للأخ اللي سأل إذا كان هذا أنه وين الجهات التمويلية أو وين الجهات الداعمة، اتعرف على الناس اللي في المجتمع اللي انت شغال فيه. من اهم الامور اللي على رائد الاعمال قبل ما يروح يكلم اي مستثمر، قبل ما يروح يكلم اي جهه داعمه، انه يعرف ايش اللي صاير في المجال اللي هو شغال فيه. وحتما في اي مجال شغال فيه في مجموعات، في لقاءات، في اثنينيات، في ديوانيات، في جمعيات، في جهات منظمه او غير منظمه تشتغل في مجالك، روح وتعرف على الناس ويعني ادخل فيهم واسالهم، لانهم هم مروا في نفس المرحله اللي انت مريت فيها، انه وين الجهات، تسمع عن ايش العوائق، تسمع عن ايش الصعاب، هذه الجهه والله يعطون، هذول ما يسوون، هذول يطلبون منك كذا وكذا، احسن منك تروح وتجرب مباشره.
الجواب أنا طبعا السؤال من أحد الإخوان على اللايف شات يتكلم عن هل أن المملكة لا ترحب بالمستثمر الأجنبي نظرا لصعوبة دخول المستثمر الأجنبي وأنه أحيانا يطلب منه رؤوس أموال أكثر من رؤوس الأموال اللي تطلب من المستثمرين المحليين وغيرها. طبعا إحنا نتكلم كل ما كانت الفرصة كبيرة كل ما كان الاستثمار المطلوب لها أكبر، ففي مجالات اللي ناضجة وناشئة وكذا زي المجال اللي كان يتحدث عنه الأخ المجال العقاري واللي فيه لاعبين هنا تدخل الدول، هذه عاد سياسات دول احنا ما لنا دخل فيها، احنا يعني قطاع خاص مساكين ما لنا في التشريعات والكذا، لكن الدول تحب تحمي أسواقها الناضجة، لكن لما تكون الأسواق اللي ما زالت في مرحلة نمو اللي فيها نقص في البلد بالعكس أنا أشوف أنه الدولة ترحب بالاستثمار الأجنبي، بالعكس تطلع أحيانا وتحاول تشجعه وتجيبه وتكلم الشركات تحاول تقنعهم أنهم يجون في البلد والجهات الاستثمارية المختلفة، والفرص موجودة. يعني إحنا نتكلم الصعوبات اللي تحدث عنها الأخ مي جديدة، مو والله كانت البلد مفتوحة وأي مستثمر أجنبي يدخل وبعدين فجأة قفلت، هذه السعودية من عرفناها وحنا اللي شغالين جوا واللي جايين من برا كلنا نواجه نفس الصعوبات بالفيز ونفس الصعوبات بالرؤوس الأموال ونفس الصعوبات في كذا، لكن كل ما عظمت الفرصة كل ما صارت تسوى إن الواحد يتعب فيها بشكل أكبر. وأنا اللي أقترحه إنه على الأخ إنه يعني انه بس انه احنا نقول انه في مشاكل وكذا قد ما تكون مفيده لاصحاب القرار في تصليح الوضع، لكن لو يقدر مثلا يكتب لنا مقاله يكتبها في مدونه يرسل خطاب للمعالي الوزير الفلاني او الوزير الفلاني يكون اسلوبه يعني مو تذمري بقدر ما يكون اسلوبه يعني محفز وفي حلول لكيف طريقه الحل يكون افضل. في فاست تراك او خلينا نقول شورت كات او طريق مختصر من الدخول للسوق اذا كان فعلا مهتم، الشراكات مع اللاعبين المحليين هذا بيعطيك خلينا نقول دعم ومعرفه سريعه للسوق. في نهايه المطاف في كثير من البزنسز في السعوديه تختلف تماما عن الخارج، بمعنى ان تحتاج شريك محلي يساعدك في فهم سلوك المستهلك في اي مجال، ما نتكلم حتى على الريتيل، الأشياء كثيرة يحتاج فيها الشخص إلى نقول شريك محلي يساعده في هذه العملية. وجود الشريك المحلي وإعطاء نقول حصة من الشركة والجهة بتكون الإجراءات أتوقع أسهل بكثير جدا، خاصة مع دعم مثلا هيئة العمل الاستثمار أو هيئة الاستثمار وخدمات الحزم والخدمات اللي يقدمونها. على النقيض تماما أقول إن في كثير من الشباب السعوديين رواد الأعمال يغبطون المستثمر الأجنبي على الخدمات التي تقدم لهم من ساقية، عندك هناك المركز الخدمات الموحد، خدمات كثيرة ينعم بها المستثمر الأجنبي ما ننعم فيها إحنا، ونطالب دائما نقول حساونا بالأجنبي. ففي بعض الأمور هنا في شيء كذا حلقة. طبعا أنا أعذر الأخ إذا كان هو نفسه مستثمر أجنبي بأنه قد يكون والله المرور إلى سواء ساقية أو غيرها عن طريق محامين وعن طريق ممثلين وعن طريق مندوبين ويرجع له يغير كذا أنه في صعوبة، لكن أنا أضمن لك إذا أنت مستثمر أجنبي ورح دخلت الساقية بنفسك والله يمكن لو الطالب تقابل المحافظ يخلونك تقابله أو يعني تمشي أمورك بشكل أفضل. نأخذ سؤال آخر. أه
أعيد السؤال بس وأعطي الأخ مازن يجاوب. السؤال عن التجارة الإلكترونية خصوصا في مجال الأزياء، وأنه في صعوبات في البدء وإيش أفضل طريقة للبدء في متجر إلكتروني، وفي صعوبات في استيراد يمكن البضائع خصوصا في الأزياء. أسهل طريقة يجون يتوظفون عندنا في بنزل. لا أمزح هناك. الفكرة أن فعلا في خلينا نقول نقص الخبرات في الريسورسز في مجال التجارة الإلكترونية في السعودية. زي ما قلت لكم قبل شوي المداخل اللي كانت قبل شوي، أن السوق السعودي شوي مختلف، لا من ناحية حتى الأزياء اللي تمشي برا ما تمشي هنا وغيرها من النقاط. لكن عشان نكون عمليين أكثر، اللي يبغى خلينا نقول دليل ستيب باي ستيب وخطوات ونصائح ومعلومات، في مصدر جدا خلينا نقول متاح وموجود ومجاني، اللي هو مدونة التجارة الإلكترونية. لو تكتبون في جوجل هالكلمة مدونة التجارة الإلكترونية، في مدونة نضع فيها تجاربنا، مو بس أنا، هي مدونة مفتوحة للعموم. الناس كثير قاعدين يكتبون تجاربهم في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني والأعمال الإلكترونية عموما، ففي توثيق في هالمجال. بالنسبة للعمل، دائما أنصح الأفراد أن عنده خيارين، يا يبدأ في منصة عامة مفتوحة مثل سوق دوت كوم، مثل عالم حواء، مثل المنتديات المشهورة، أو بداية شخصية خلينا نقول على نطاق بسيط ويجرب تجربة بسيطة ويشوف. هذا بيعطيه خلينا نقول فرصة أن يعرف المنتج حقه يمشي أو ما يمشي أو غيرها من الأمور، ويجرب أنه يبيع. إذا قدر يبيع أول عملية، ثاني عملية، ثالث عملية، وقدر يكون خلينا نقول قاعدة عملاء أساسية، بعدين يقدر يشوف هل المجال هذا قابل للتوسع أو للتكبير أو للتعظيم. فابدأ صغيرا، ابدأ بمنصة خلينا نقول مشتركة اللي هي يسمونها البلاتفورمز، وأشهر المنصات عربيا المنتديات اللي فيها قسم تجارة إلكترونية زي منتدى الإقلاع، منتدى عالم حواء، والمواقع المتخصصة بالتجارة الإلكترونية مثل سوق دوت كوم وغيرها، مستعمل دوت كوم موقع سعودي كذلك عليه ترافيك عالي. ليش وين بيفيدك فيها الشيء هذا، او ايش بيفيدك انك تكون في بلاتفورم؟ بتختصر عليك عامل التسويق بشكل كبير. المنصات هذه يزورها ملايين الناس يوميا، او عندك ناس يدخلون المواقع هذه بهدف الشراء، او خلينا نقول تصفح المنتجات وعندهم انتنشن او رغبه في الشراء. فموضوع انك تدخل لحالك ما حد يعرف عنك، تتعب لما توصل عميلك. فهذه تعطيك خلينا نقول سرعه في معرفه هل الناس عندهم اقبال ولا. دائما وابدا أؤكد على موضوع جدا مهم في موضوع التجارة الإلكترونية، قبل لا تسأل نفسك عن العقبات وأي نظام تجارة إلكترونية استخدم أو وسائل الدفع المتاحة، ركز في البداية على المنتج اللي تبغى تبيعه، وخليك متأكد من هالموضوع 100%. يعني لازم يكون هاجسك الأول وخلنا نقول اللي يشغل فكرك نسبة 90-80% موضوع إيش المنتج اللي أنا أبغى أبيعه أو بتميز فيه. يعني الأخت اللي ركزت على مجال الأزياء، هذا مجال ممتاز وفيه خلينا نقول طلب عالي، لكن تحتاج بعد مجال الأزياء جدا بحر أو كبير جدا واسع، تبغى تركز على شيء بعد فيه المجال وتبدأ فيه خلينا نقول مشروعها أو اللاين حقها. فالتركيز على المنتج ثم تأتي بعد ذلك المينز أو الوسائل. هذا هو خلينا نقول هذه خلينا نقول أول نصيحة. النصائح الأخرى متوفرة في المدونة وغيرها. أبغى أضيف على ذلك، يعني مازن قال مازحا في البداية أنه تعالوا توظفوا عندنا، هي قد يكون يعني مزحة لكن والله يعني حقيقة. يعني أنا أبغى، لأنه الناس يعني ينظرون لعدة مجالات خصوصا التجارة الإلكترونية وكذا نظرة غير منطقية أحيانا في زي ما تقول إيش اللي يقدرون يسوونه وينفذونه. لكن خلنا نروح يعني أوفلاين، خلنا نطلع على الإنترنت. فلنفرض أنه الأخت هذه تعرف عندها ذوق، تعرف تختار ملابس جميلة. الآن هي أمام خيار، يا أما تروح تسافر تختار الملابس هذه تشتريها وتحطها في شنطة وتجي وتدور على الحريم اللي هي تعرفهم إذا ما في إنترنت، وتدور على الحريم في بيوتهم وتبيعهم من الشنطة، تصير تاجرة شنطة، راح تدخل لها يعني كم ألف بالشهر، راح تدخل لها ربح حلو، راح يمول تكاليف سفرتها الجاية اللي تروح تقضي فيها وتجي وكذا. لكنه هل هذه راح تصير يعني عمل تجاري قائم ويصير عندها محلات وتصير زي التجار اللي كل واحد عنده 30 و40 ماركة؟ مستحيل بالطريقة هذه. في المقابل لو والله قالت بكبر شوي وبروح أحط بسطة وأبغى أروح في أحد الأسواق في البازارات في كذا وأحسن شوي، بس ما زال ما تقدر تصل إلى المجال هذا. هل المنطق نروح جيب مستثمرين وحط ملايين وافتح محلات تجارية وبالأخير المحل ما حد يدخل عليه ولا حد يجي يشتري منه لأنه المول غلط ولا المكان غلط ولا طريقة التسويق غلط؟ مو هذا المنطق. يعني أي وحدة تبغى تشتغل في مجال التجارة تفتح لها محل، من المنطقي أنه والله يقال لها أول سنة روح اشتغلي في أحد المحلات الموجودة
وتعلم وش طبيعة هذا وش المشاكل وش الناس يبغون وش ما يبغون وش كذا، بعدين إذا والله صار عندك ميزة تنافسية روحي افتحي. فهنا أنا كمان أرجع لتعريف التجارة الإلكترونية. إذا الأخوات اللي سألوا الأسئلة هذه عن التجارة الإلكترونية هدفهم إنه يسوون لنفسهم مصدر دخل آخر، على قولتنا السعوديين يطقطقون فيه على جنب ويصير لها كم ألف يدخلها بالشهر أو عشرات الآلاف بالشهر حتى ممكن عليه، ممتاز يعني الله يوفقك. والكلام اللي ذكره مازن درر يعني بأنه كيف ممكن أنك تستفيدين وتتعلمين، لكن إذا المجال أنه والله ممكن تسوين شركة تكون ضخمة ويكون لك في المستقبل ماركة خاصة فيك ولا يكون لك عشرات ومئات المحلات وكذا، أفضل طريقة أنه روح يشتغلي في محل وتعلمي الخبرة منهم. فكلام مازن أنه والله ألقوا شركة تجارة إلكترونية واشتغلوا فيها وأعطوا خبراتكم فيها، السوق ما راح يطير. يعني إذا والله أنت خايفة أنه يضيع عليك 10,000 ريال الشهر هذا ولا 20,000 ريال الشهر الجاي لأنك اشتغلتي موظفة ب 5,000 ريال ولا ب 10,000 ريال ولا بوتفر، ما رح يطير السوق. أقعد يشتغلي 6 شهور اشتغلي سنة في شركة تعلمي منهم، بعدين والله إذا قررتي أنه الشغلة سهلة اطلعي يسوي مشروع. إذا اكتشفت أنه الشغلة أصعب بكثير مما كنت تتخيلين ولكن وجدتي نفسك مستقبل، وجدتي نفسك ممكن تاخذين حصة من الشركة هذه ولا وتقدر على حسب جهدك فيها، قد يكون هذا هو الخيار الأمثل. يمكن أضيف نقطة أخيرة، كلام الأخوان وهم أخبر مني في موضوع التجارة الإلكترونية، لكن من تجربة بسيطة للأمانة فعلا عندنا فتيات بالذات القسم النسائي خلنا نقول متميزين في التجارة الإلكترونية لأنهم عارفين السوق وأخبر منه. تجربتي قدمت استشارات لمجموعة من الفتيات من جدة يبيعون ميك اب، فواحدة من الأشياء اللي نقصتهم مثل ما ذكرت الأخت السائلة سارة قالت أنه أنا من وين أجد المصادر أو من وين أجد البضاعة، كانوا يتعاملون مع شركة كورية، ولما طلعت على الإيميلات اللي بينهم وبين الشركة لقيت أنها يعني مستوى اللغة الإنجليزية فيها سيء جدا، فبالك لما تتعامل مع شركة كورية ليست اللغة الإنجليزية لها هي اللغة الأم. فكان رد الشركة دائما بالرفض إنه ما راح نمولكم، ما راح نورد لكم ولا راح كذا، لأنهم يشوفون أنهم ما هم محترفين، بالذات أنهم كانوا يستعملون إيميل من ياهو أو هات ميل أو جيميل. النصيحة اللي هنا أنا بنصحها للي راح يتعاملون مع شركات من الخارج في توريد البضاعة، أول شيء سووا لكم دومين واسم لشركتكم، تعاملوا باسم الشركة ولا تتعاملون باسم الشخص، أنا منى، أنا سارة، أنا فلانة، تعاملوا باسم الشركة، خلوا الشغل شوي بروفيشنال. ثانيا إذا كانت اللغة الإنجليزية وعندكم مشاكل في اللغة الإنجليزية حاولوا الاستعانة بأحد المرشدين. يعني إحنا ما تكلمنا اليوم عن دور الإرشاد في ريادة الأعمال وهذا ندوة بحد ذاته، لكن إذا أنتم مثلا مجموعة فتيات أو مجموعة شباب وعندكم إشكالية في مثلا في التواصل مع العالم الخارجي، أبسط أقرب أي مبتعث راجع الآن وما شاء الله في منهم كثير يقدر أكيد أخذ مادة البزنس إنجليش أو how to communicate in business English. طريقة كتابة الإيميل بينك وبين صاحبك بالإنجليزي تختلف عن طريقة كتابة الإيميل بينك وبين شركة. فساعدتهم البنات اللي يبيعون ميك اب، ساعدتهم مرتين أو ثلاثة في كتابة بعض الإيميلات، انتهت أنهم أخذوا good deal يعني من الشركة، والشركة فهمت الآن وإيش التصور بالضبط وأنه أوكي ممكن ندعمكم. فإذا ما عندكم المورد هذا تحاولوا أنكم تستفيدون من الناس سبقوكم أو تعلموا منكم، خاصة أن الشغلة تكون شغلة ساعتين أو ثلاثة من وقتهم، استعينوا بمرشد. نحن نستمر بأخذ الأسئلة لما يقولون الوقت خلص، فانتظري. السؤال طيب السؤال يسأل عن قرارات وزارة العمل الجديدة في رسوم الموظفين، وأنه هل ممكن أن الواحد يقوم بمشروع ريادي ناجح مع صعوبة الحصول على فيز وإقامات للعمالة وغيرها. أمس أعلن تزامنا مع الخبر هذا اللي هو العقاب في ثواب من هدف صندوق تنمية الموارد البشرية، إعانة هدف رفعها من 2,000 إلى 4,000 ريال،
لمدة 4 سنوات. فكان واضح جدا أن الهدف تحويل الشباب السعودي من شباب خلينا نقول يبغون وظائف عادية إلى وظائف عملية. كان خلاص الوحيد لهالشيء إنك تعطيهم راتب خلينا نقول منافسة. إذا والله جيت للسعودي قلت تعال أبغاك تمسك محلي وأعطيك راتب 10,000 ريال، كنت فعليا يا صاحب العمل تعطيه 6,000 و4,000 من هدف، يتعلم ويصير بياع شاطر، يعني يصير عنده الانسنتف إنه يصير بياع شاطر. الخبر صحيح كان محزن في البداية لأصحاب الأعمال، لكن في الوقت ذاته فرصة، يفتح فرصة جديدة خلينا نقول الخلق كوادر سعودية مؤهلة تقدر تشتغل الأشياء اللي كثير خلينا نقول مناطق كثير ما إحنا عندنا الشباب المؤهلين ذكور أو إناث. وشفنا مثلا يوم ألزمت المحلات النسائية بتوظيف النساء، صارت عندنا مشكلة وقاب كبير نساء سعوديات، يعني صارت عندنا مشكلة كبيرة اضطرت الشركات اللي هم يستثمرون في تعليم النساء. وفعلا الحمد لله تدخل محلات كثيرة في الأسواق، أعطيك مثال ذا بادي شوب وغيرها من محلات اللانجري، تلقى شابات سعوديات جاهزات ومشت حالهم، ما خسر البزنس حقهم ولا صار أي شيء. فأحيانا ورواتب جيدة، فأحيانا البوش هذا ما راح شو اسمه يأخر البزنس شوي، لكن في النهاية ما هو نهاية المطاف. فهذا أنا أنظر الموضوع من هالجانب، من جانب خلينا نقول شوي تفائل، فخلونا نتفائل شوي. أضيف على كلام مازن، طبعا إيش ميزة الأجنبي عن السعودي أو السعودي عن الأجنبي؟ الأجنبي طبعا قصة الراتب أقل، وذكر مازن صندوق الموارد البشرية والأمور الأخرى اللي ممكن تحفز في الشيء هذا. لكن في نقطة كثير من أصحاب الأعمال خصوصا الصغيرة يرى أنه الأجنبي أنا أتحكم فيه، ما عجبني سفرته، يبغى يطلع وظيفة ثانية ما أعطي له نقل كفالة، أقدر أضغط عليه أقدر أعمل، فما صار التنافس زي ما تقول عادل في السوق، صار التنافس على أنه أنا جاي وظالم ناس في العمل. هذا شيء قد يكون يعني نجح في الماضي في بعض الأعمال وكذا، لكن مع انفتاح السوق مع السماح بالاستثمار الأجنبي مع التوسع والطفرة اللي عايشة فيها البلد، ما عاد راح يصير تقدر أنت تبقي على موظفينك بالطريقة هذه، أن والله اشتغل غصبا عنك وما راح أعطيك نقل كفالة وراتبك أقل من راتب السوق ومعليش. فلازم يصير السوق مفتوح وفي تنافس وكذا. طبعا تجي نقطة اللي هي ذكرها مازن اللي هي نضوج يمكن الموظف أو الموظفة السعوديين، وهذا شيء طبيعي، لكن لا ننسى أن قطاعات الآن زي القطاع البنكي، القطاع البنكي في يوم من الأيام ما كان فيه سعوديين أبدا، كان كله أجانب اللي شغالين فيه لأنه ما كان حد يفهم فيه أي شيء في القطاع البنكي. استثمروا البنوك في توظيف السعوديين، وكان السعودي يجي ويشتغل عندك وتصرف عليه في تدريب وكذا، ويطلع منك ويروح للبنك الثاني لأنه أعطانه راتب أعلى ويبغى الراتب الأعلى، والبنك الثاني يبغى واحد ما يتعب عليه في تدريبه. في البداية كان فيه تردد من بعض البنوك، وبعدين قالوا أنه لا يعني إحنا بالأخير لازم نعمل، فبالأخير حسبوها حسبا وحنا ندرب اللي راح يطلعون كذا، إحنا راح نضطر نرفع الرواتب، راح نضطر نعمل الشيء هذا، راح تصير مكلفة في البداية، لكن بعد فترة صاروا ما في كم كلهم كم بنك في السعودية وقاعدين يدورون الموظفين بينهم، وصارت الشغلة فيها سمعة أكثر. وأنا ممكن أكون في البداية كبنك أوظف واحد رغم أنه ما كمل 3 شهور في البنك الثاني لأني محتاجه، لكن بعد فترة لما السوق ينضج يا أخي واحد اشتغل 3 شهور في البنك أنا ما أوظفه عندي لأنه بيقعد عندي 3 شهور وبيروح بنك ثاني، فبيصير لا السوق ينضج أكثر وأكثر. فحنا نمر في مرحلة يبغى لها شوية نضوج، يبغى لها شوية استثمار، يبغى لها نضوج من الموظفين أنفسهم، من الشركات أنفسهم، من الحكومة أحيانا نفسها، لكن هدفنا كله واحد إن شاء الله. أنا بتطرق إلى بعض الأسئلة اللي قريتها بالفيسبوك قبل أجي للمحاضرة والحوار التفاعلي. كان في سؤال تكرر كثير أنه أنا عندي فكرة ومن وين أبدأ، أو أنا عندي فكرة وما أبغى أقولها أو ما أبغى أشاركها على الصفحة حتى لا تنسرق مني. إذا أنت ما مشارك فكرتك إحنا كيف ممكن نساعدك مثلا؟ هذه واحدة. ثانية، يمكن الأخوان هنا رددوها كثير في مشاركاتهم، ورددوها أغلب الداعمين لريادة الأعمال وأغلب أصحاب المنشآت وأصحاب الجهات الداعمة، أنه الفكرة ببساطة لا تسوي شيئا، هو التنفيذ أو ما يتبع الفكرة هو المهم. بعض الأسئلة كانت تتكلم عن براءة الاختراع. براءة الاختراع فيه سوء فهم لها، أنه الفكرة ممكن تسجيلها كبراءة اختراع،
هي من اسمها هي براءة اختراع، انت لم تخترع شيء، هي ما زالت فكرة، والفكرة عبارة عن شيء في 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 عقلك، لم ينتج عنه شيء. لما تبني مشروع ويطلع من المشروع منتج، نعم ممكن المنتج هذا اذا كان فعلا اختراع ممكن يسجل له براءة اختراع. اذا كنا نتكلم على التقنية مثلا، اذا كنا نتكلم على الويب، انتجت كود معين، الكود هذا يقوم بأمر معين، نعم بإمكانك أنك تسجل هذا كبراءة اختراع. لكن كفكرة وبراءة اختراع لا أعتقد أنها يعني ما قد صارت، يعني أنك تسجل فكرة فقط. النقطة الثانية كانت البزنس بلان، أو الموضوع اللي دائما يتكرر، هل أكتب بزنس بلان ودراسة جدوى وأعد دراسة جدوى من 20 صفحة ولا من 40 صفحة؟ أعتقد أن احنا اليوم في مع نهاية عام 2012 ما عاد في شيء اسمه بزنس بلان. البزنس بلان تستخدم اليوم، وهذا رأيي الشخصي، يمكن يتفق معي الأخوان أو لا، البزنس بلان تستخدم فقط أو خطة العمل أو دراسة الجدوى إذا كنت تحصل على تمويل، حتى نشوف البروجكشنز أو التوقعات، التدفقات النقدية والعائد على الاستثمار. أنا أقول اليوم عندك فكرة، أطبع البزنس موديل كانفاس او ما تسمى بوصلة المشاريع بالعربي، او صحيفة العمل، ما لها ترجمة واضحة بالعربية، لكن اخوي مازن الله يعطيه العافية عربها. هي صفحة واحدة من 9 بلوكات، او من 9 نموذج، من 9 مربعات. اذا قدرت تعبي هذه عن فكرتك، لانها تاخذك من مرحلة واحد الى مرحلة 9، كيف تحول فكرتك الى بزنس. إذا قدرت تعبيها، إذا أنت عندك فكرة لمشروع جاهز وقابل للتطبيق. دراسة الجدوى فقط تحتاجها إذا كنت تبي تحصل على تمويل. أضيف على نفس النقطة موضوع الفكرة، كثير من أصحاب المشاريع لما يقدمون علينا أو على غيرنا من المستثمرين يقول لك إنه فكرتي وأبغى أوقع اتفاقية سرية وأبغى أعمل وكذا. الفكرة ما لها قيمة زي ما قال الأخ راكان. الفكرة إذا أنت تراها أن والله أنا أخاف أن واحد يأخذها ويسرقها ويسويها قبلي ويأخذ السوق عني، فأنت اعرف أنه إذا الفكرة ناجحة راح تطلعها في السوق، وراح يجي ناس عندهم فلوس أكثر منك بكثير وأكثر من المستثمرين اللي معك، وراح يحطون ملايين ومليارات ينافسونك بالفكرة. واحد من شيئين، يا أما أن السوق أكبر منك ومنهم فأنت تنجح وهم ينجحون إن شاء الله، يا أما أن السوق ضيق وإذا أنت نجحت ما يشيل إلا نجاح واحد. فمن هنا أنا أنصحك لا تدخل في السوق هذا أصلا، إذا السوق راح يكون والله ما راح يستحمل إلا لاعب واحد فيه، لأنه حجمه ضيق، أو إذا دخل فيه أكثر من منافس ما راح يصير، لأنه حنا شفناها، يفتح محطة بنزين تفتح 10 جنبها، تفتح محل ذهب يفتح 20 جنبه، يفتح كذا، ما في. إذا ما عندك ميزة تنافسية، أنت لما تفتح محلك، لما تبدأ مشروعك، لما تبشر موقعك الإلكتروني، راح يشوفون الناس، ما عاد صارت فيه سرية. هل خلاص موقع كل أسرارك، كل شيء اللي تبي تسويه موجود، صار خارج الآن، عندهم الآن، يقدرون يقلدونك. والله أنا أبغى أفتح مقهى فيه فكرة مميزة، الفكرة هذه. طيب أنت إذا حافظت على سرية الفكرة الآن، بعد شهرين ثلاثة راح يطلع المحل تفتحه، وراح كل الناس يشوفون الفكرة، ويفتح 20 محل يفتح جنبك. في المقابل لما أنت تبدأ تشارك الفكرة في القبل، لما تشارك الناس وكل واحد تقابله تقول له فكرتك، راح تجيك مجموعة عظيمة من الأفكار والتعديلات والإضافات على الفكرة هذه، اللي راح تصير أفضل بكثير مما كانت. شباب ما شاء الله تبارك الرحمن، غطوا الموضوع. أتوقع مرينا التجربة في لجنة شباب الأعمال في الغرفة السابقة، اسمها مسابقة مبادر، وفعلا كان أكبر الأسئلة اللي كانت تجينا، كانت فكرة المسابقة أنك تقعد قدام الناس تقول لهم وش فكرتك. فالناس كانوا خايفين، يقولون مستحيل أنا أطلع وأقول فكرتي، تنزرق. يقول له خلها تنزلك، يعني في نهاية المطاف زي الكلام اللي قلته قبل شوي، ان في idea challenge وفي execution challenge. التنفيذ هو اللي يخلي كثير من المبادرين ما يكملون او يبدأون ينطلقون. الشغلة الثانية موضوع نتكلم عن الافكار، والافكار في نهاية المطاف الواحد المفروض ما يحب فكرتها بشكل كبير جدا، ما يخلي الناس ينتقدونها أول شيء، أو يعتقد أن أي أحد أعطاك كريتيسيزم أو نقول انتقاد فكرتك أن هذا حسود ولا حاقد شيء. الرجال في الغالب ما مصلحته في الغالب أنه إذا أنت شاركت مع فكرتك ينتقدك إياه، وبالعكس قرب اللي ينتقدونك فكرتك في البداية أساس فعلا تعرف إيش كيف تطور.
الأمر الآخر وهي نقطة يمكن أشرنا لها في البداية، التنفيذ هو الأساس. صار يمكن تبدأ بفكرة مشروع، لكن تلقى نفسك في الغالب أن الفكرة الأساسية اللي هي تكبرها فكرة ما هي الفكرة الأصلية، وهي يسمونها لها مصطلح الديفيتينج. طلعت الفكرة، حولت مسارك، لقيت فكرة أخرى غيرها ونجحت. فهذه النقاط الثلاثة يمكن نقول هي الأساس. هنا يضرب مثال بأكبر الأشياء، فأكبر مثال في هالموضوع أمازون وزابس. أتكلم على التجارة الإلكترونية، يبغينا نرجع الموضوع. أمازون كان ماخذ سوق التجارة الإلكترونية في أمريكا، لا موقع بسيط يبيع شيء واحد اللي هو جزم أنتم كرامة، وبدأ وركز على فكرته وبدأها، مع أن كان عنده بلاير كبير جدا، أو خلينا نقول منافس جدا كبير اللي هو أمازون. استطاع بعد فترة، كان على 4 سنوات، خلال 4 سنوات أن أمازون ما يكون عنده حل إلا أنه يستحوذ على هذا الشخص الصغير اللي بدأ بفكرة نفس الفكرة هذه. فدائما وأبدا نكرر موضوع الحل الوحيد لحماية فكرتك أنك تنفذها، زائد أنك تطورها باستمرار. يعني حتى لو بدأت تنفذ زي ما قال أبو محمد، أي أحد ممكن يجي ويقلدك وينافسك في الفكرة، لكن اللي ما يقدر ينافسك فيه التطوير الدائم، الابتكار وفريق العمل اللي أنت تبنيه واللي يشتغلون الفكرة هذه ويقومونها. هذه هي الأمور التي لا يستطيع أحد أن ينافسك فيها ولا يسرق. هذا تقريبا هو اللي فيه. نقطتين عامات إضافيات ما أخذنا أسئلتكم. فيه نقطة يعني دائما يعني يتكلمون عنها، أنه يقول لك والله paralysis by analysis. الواحد ممكن ينشل من كثر المقارنة ومن كثر البحث ومن كثر أنه يحسن في فكرته ولا يحسن كذا، فابدأ. يعني أحيانا يعني والله أنه أنا إلا أبغى أجيب إحصائيات ولا أبغى أعرف وين يصير، إذا أنت حاس أنه الفكرة هذه يعني ناجحة وراح تنجح من تجربة شخصية ولا من صديق ولا من زميل ولا من أحد تعرفه ولا كذا، ابدأ. لكن لا تستثمر الكثير فيها، بحيث إذا فشلت ما تصير أنت خسرت رأس مالك وخسرت كل يعني جهدك وتنكسر، فابدأ فيها. النقطة الثانية، مفهوم خاطئ أحيانا عن ريادة الأعمال والمخاطرة. هذه اللي في محاضرة في المجموعة عقال الأخ محمد القويز تكلم عن الفرق بين المخاطرة وعدم معرفة إيش اللي بيصير بكرة، أو الريسك والأنسيرتينتي في ريادة الأعمال. فالكلام الناس يقولون أنك والله رائد الأعمال يأخذ مخاطرة. في الغالب رائد الأعمال ما يأخذ مخاطرة. في الغالب حتى تلقى رواد أعمال باعوا شركاتهم بمئات الملايين يجون يسوون شركات جديدة يجيبوا مستثمرين. طيب وين مئات الملايين اللي عندك؟ ليش جايب مستثمرين معك؟ فما يبغى يخاطر الفلوس اللي معه. هل والله أنه أنا كشخص موظف الآن واستلم لي مثلا 10,000 ريال راتب، تركت وظيفتي وبدأت شركة وجبت لي مستثمر برأس مال صغير وبدأت أشتغل وصرت أخذ لي 5,000 ريال بدل 10,000 ريال راتب في الشركة اللي أنا أسستها، هل هذه مخاطرة؟ هل والله إذا أنا وقفت الشركة هذه عيالي بيروحون بيضيعون ولا أروح السجن ولا بيصير شيء؟ وظيفة وراحت وتيجي وظيفة بعدها. فكون أنه الواحد قليلا ما تجد رائد أعمال راح باع سيارته ورهن بيته وباع ذهب زوجته أو أمه وراح يبدأ مشروعه، في الغالب رائد الأعمال يبدأ بمستثمرين. لكن في المقابل كثير من الناس يبعدون عن ريادة الأعمال لأنه ما يقدرون يعيشون مع اللي هو أنه ما يعرف إيش اللي راح يصير بكرة، الأنسيرتينتي. أنه أنا والله كثير من الأسئلة ما لها إجابة إلين ما تبدأ. أنا والله أبغى أبدأ تجارة إلكترونية زي ما ذكرت الأخت، وعندي كيف أبدأ وين أفضل مكان وين كذا، ما حد يعرف وين أفضل مكان. زي ما ذكر مازن، ابدي امسك طرف الخيط وابدأ أسحب في هذا الخيط وابدأ حفر وابدأ إلين ما تلقى ايش الطريق اللي راح يعني تصل له، وراح تلقى حلول. اللي ما يقدر يعيش مع الانسرتينتي هذه انه ما يعرف ايش اللي راح يصير بكره، ما ينفع يكون رائد اعمال. يكون موظف، يكون نائب رئيس في شركه، يكون مدير تنفيذي في مش عارف ايش، لكنه ما ينفع يكون رائد اعمال. رائد الاعمال من اهم صفاته وصفاتها انه يكون قائد، انه يكون احيانا يقدر يعيش في uncertainty، بس ما يبين الكلام هذا الموظفينه. موظفينه يحسون انه كل شيء ماشي تمام وكل شيء يعني شغال يعني بشكل، وانه كل حاجة سويناها ترى كنت مخطط لها من قبل، هو ما كان يعرف نص الاشياء اللي سواها. فهذه ريادة الاعمال.
كان فيك موقف سؤالي ظهري يكون واحد من المحتكرين. السؤال الأخ عبد الله يقول كيف تتحكم في منتجك إذا كان في محتكرين في السوق؟ اللي يعرفوا السوق السعودي ما في احتكار، الاحتكار ممنوع ومنع كان كل الوكالات الحصرية والأمور الحصرية والأمور هذه منعتها وزارة التجارة وما في احتكار. مجلس حماية المنافسة، مجلس يعني واحد من أهم الأمور اللي على أجندة وزير التجارة الحالي يعني يلغي الاحتكار ويحفز المنافسة. إيش؟ عشان تصير الأشياء اللي قلنا عنها كلها، دعم الشباب وغيره. بالنسبة للاحتكار حاول تكمل نقص، مهما كانت الجهة كبيرة إلا بيكون عندها نقص يحتاج أحد يكمله، وهنا تجي الفرصة رائد الأعمال. مو بضرورة أنت تبدأ تحط رأسك برأسه، حاول إنك نقول تكون تلعب معه في الفريق، فهذا أو خلينا نقول تكون جزء، تكمل جزء هو مو بقادر يسويه بشكل صحيح، كل جزء منه أو تكمل نقص. هذه هي النقطة. أضيف على ذلك، دائما الشركات اللي تسميها محتكرة أو الشركات الضخمة هذه اللي يسمونها الانكمبنت أحيانا في أي قطاع، هذه كل ما زاد دخل الشركة وكل ما كبر حجمها كل ما تركت مجالات عمل صارت صغيرة عليها يعني، وكل ما كان عندها اللي يسمونه النوفيترز دايلما، في لها مصطلح إنه بما معناه أنا شركة ضخمة وعندي مصدر دخل جاي وقاعد يدخل لي مليارات، طيب التقنية قاعدة تتغير، طريقة خدمة الناس قاعدة تتغير، الناس قاعدة يطلبون بشيء منتج، فهل أنا أوقف اللي قاعد أسويه وأقدم لهم الشيء اللي يبغونه فأنا أخسر المليارات اللي قاعدة تدخل علي، ولا أستمر في شيء أنا قاعد أعرف أنه قاعد يموت شوي شوي وفي الغالب راح يستمر بالشيء اللي هو يعرف قاعد يموت، ويعطيك فرصة يا رائد الأعمال أنك أنت اللي تخترع وأنت اللي تبغى. هذا اللي تشوف في شركات اختفت من الخارطة الكبرى الشركات العالمية وطلعت شركات أخرى. جوجل لما دخلت كان في شركات مستثمر فيها مليارات في محركات البحث سكرت، ليش؟ لأنه ما انتبهوا. مايكروسوفت كان البحث، بيل جيتس لما سئل أنه إيش أكثر شيء ندمان عليه قال أنه ما I underestimated search من بعض الأشياء، أنه أنا قللت من اهتمامي في البحث، أنه البحث قامت عليه شركة زي جوجل العملية البحث. بالنسبة لمايكروسوفت كان عندها مليارات قاعدة تدخل لها من بيع برامج ويندوز وكذا، ما نظرت هذا، ما قالوا إن والله مايكروسوفت محتكرة ما نقدر نعمل وكذا. فيا أما زي ما ذكر مازن كمل نقص عندهم أو نافسهم بالتقنية جديدة، هم ما عندهم السرعة والقدرة وأحيانا عندهم معضلة إنهم ينافسونك فيها لأنه أسعارك راح تصير أقل بكثير من أسعارهم ولا كذا، أو إنه يعني إذا والله الشغلة فعلا فيها احتكار اشتكي الجمعية إيش اسمه مجلس المنافسة في وزارة التجارة يشتكيهم ويكونهم. نختم يمكن في بكلمة من كل واحد من الإخوان الموجودين، فنبدأ بالأخ راكان. طيب الله يعطيكم العافية جميعا، والشكر أيضا موصول للسفارة الأمريكية على إقامة هذه الندوة. أنا أحب أقول بس للإخوان نقطتين، حدد هدفك من أول يوم. إذا قررت أنك تطرق طريق التجارة حدد هدفك من أول يوم، هل أنت تبيها ما يعرف مجازا عندنا بالطقطقة أنك تطلع لك كم ألف دخل إضافي شهريا وتحافظ على وظيفتك، وهذول كثير منهم ويسمون للأسف رواد أعمال، هذه ليست ريادة أعمال، هذه مشاريع أو منشآت صغيرة متوسطة تضمن لك دخل إضافي في الشهر، أو أنك تبي تختار طريق ريادة الأعمال وتبني مشروع عظيم يبدأ مثل ما سمعنا عن المشاريع الأمريكية، تبدأ من جراج، يبدأ من بسطة، أو يبدأ من ملحق بيتكم، أو يبدأ من مكتب صغير ويتحول إلى شركة كبرى خلال 4-5 سنوات. حدد، لأنه هذه لها طريق وهذه لها طريق وهذه لها موارد وهذيك لها موارد. بعد ما تحدد ابدأ، تكلمنا عن البداية وتكلمنا عن أشياء كثيرة اليوم الحمد لله، ابدأ وتوكل على الله. رأس المال غير مهم، أنا شفت على صفحة الفيسبوك في الأسئلة بعض الأخوان يقولون أنا معي 50,000 وأنا معي 25,000 وين أبدأ وكيف أبدأ. اختار لك فكرة بسيطة وتوكل على الله، بس حدد هدفك. هل أنت هدفك أنك تحصل على 2,000-3,000 ريال في الشهر إضافية، أم هدفك أنك تؤسس لشركة تشترى منك بعد 4 أو 5 أو 10 سنوات بمئات الملايين أو أتليست بعشرات الملايين، ما إحنا بقيلين مئات.
النقطة اللي لازم دائما يختلف فيها من أين يربح رائد الأعمال. رائد الأعمال لا يربح من البزنس أو لا يربح من مشروعه، يربح بعد ما يبيع جزء من مشروعه. هو يؤسس ينمو وبعد كذا يبيع جزء من المشروع إلى مستثمرين، يكون المشروع يسوى في ذيك اللحظة 5 مليون 10 مليون، هنا يربح. ولا يربح أثناء المشروع، أثناء المشروع يدخل دخل ثابت حتى يقدر يديره. هذه نقطة مهمة جدا أن تنتبه لها في ريادة الأعمال، والله يوفقكم إن شاء الله وبالتوفيق للجميع. أشكر أخ ركان. أنا بالنسبة لي أبغى أختم بنقطة، يعني إحنا اليوم كان كلامنا عن ريادة الأعمال في السعودية، كان كلامنا عن كيف تبدأ مشروع تجاري في السعودية. نقطة بس أحب أنوه لها، من أهم الأشياء اللي الشخص اللي يبغى يبدأ مشروع يعملها إنه يتعرف على الناس اللي شغالين في المجال هذا، إنه يتعلم قد ما يقدر، إنه على قولتنا يا سعوديين يذب وجهه ويدخل في الناس. ويعني أسوأ شيء ممكن يجيك كرائد أعمال إذا رحت الأكبر تاجر في البلد وقلت له أبغاك تساعدني ولا أبغاك تعلمني ولا بسألك كم سؤال، إنه يقول لك ما عندي وقت. فمي بنهاية الدنيا ولا جرح كرامتك ولا رجولتك ولا أنوثتك إنه قال لكم والله اعتذر منكم. فلكن أحيانا تفاجؤون في كيف إنه الناس الناجحين والناس اللي عندهم الخبرة وحتى المسؤولين الحكوميين وكذا يتمنون ويرغبون إنهم يجلسون مع الشباب والشابات ويتعلمون منهم ويأخذون منهم ويعلمونهم. في حنا تجينا أحيانا بعض الناجحين اللي باعوا شركات بمئات الملايين يطلبون مننا طلب، يعني الله يخليك انه حطونا منتورز او مرشدين او انه حطونا على مجالس اداره بعض الشركات اللي تستثمرون فيها واللي تتعاونون معاها. ليش؟ لانه انا يعني مين يحصل له انه انا كشخص عندي فلوس يجيني شاب او شابه يحكي لي مشاكله يعلمني مشاكل السوق، اقول له روح سوي كذا وكذا، يروح يجرب ويجي يقول لي والله هذا نجح وهذا ما نجح، قاعد اتعلم انا على حسابه، ضيعت شويه وقت لكن قاعد استفيد خبرات واشياء ما اقدر اعملها بنفسي. في نفس الوقت ما تكون بس تأخذ وما تعطي، من المهم جدا أنك تقدم للمجتمع. يعني أغلب اللي شفتهم في بدأوا ينجحون أو نجحوا في أي مجال تجاري دائما يقدمون. اللي في مجال التقنية عندنا يكتب مدونة وأكتب على تويتر ويقدم ويساعد ويجتمع في الرياض جيكس وفي جدة جيكس وفي الجروبات ويتعاون ويساعد. ليش؟ لأنه كل ما قدمت للناس كل ما قدموا لك. طيب إذا أنت عندك مشروع والله يحتاج تسويق، أنا ليش أسوق لك إذا أنت شخص أناني ويعني ما همك إلا نفسك؟ لكن إذا أنت شخص تقدم وتساعد وتتعاون مع الناس، أنا والله بالعكس سأستميت في مساعدتك لأنك عملت لي خدمة قبل وأنا بعمل لك خدمة وساعدك فيها. فهذه نقطة مهمة جدا، يعني إنه الواحد يعرف. الشغلة الأخيرة اللي بس بختم فيها أنا من طرفي موضوع إنه الطمع، او انه والله رائد الاعمال يبغى يصير بليونير او رائدة الاعمال تبغى تصير بليونيرة في فترة قصيرة. الطمع قد ما يكون شيء سيء في مجال ريادة الاعمال، لكن في فرق بين الطمع على المدى القريب وعلى المدى البعيد. يعني احيانا يعني انه اذا انا بطمع ابغى كل شيء في فترة قصيرة ما راح اقدر احصله، لكن اذا انا ابا اطمع في فترة طويلة واحيانا يعني زي ما تقول اضحي على المدى القريب افضل. يعني أعطيكم مثال، يتخرج الواحد في أمريكا يأخذ له MBA ماجستير في إدارة الأعمال من أحد الجامعات الكبيرة هارفارد ستانفورد غيرها، بدل ما يروح يشتغل له موظف ب$10,000 ويقدر يشتغل في أي مكان موظف ب$30,000-$40,000 راتب، يروح يشتغل متدرب مدة سنة أحيانا وأكثر في إحدى الشركات الكبرى. طبعا الشركات الكبرى يدلعون، يعني ما راح اجيب لي متدرب صغير، ابغى اجيب لي متدرب عنده خبرات كبيره لانه الناس يتهافتون على انهم يصيروا متدربين عندهم. هذا اللي ضحى على المدى القريب براتبه بدل ما ياخذ راتب كبير صار ما ياخذ راتب او راتب قصير، لما يتخرج من الشركه هذه لما يطلع منهم بعد سنه ولا شيء ما يبدا السلم من اوله، صار عنده علاقات، صار عنده معارف، صار يعرف كيف التجاره تحصل، صار يعرف الشيء هذا، يبدا السلم من منتصفه. نفس الشيء كرائد أعمال، والله إذا أنا رائد أعمال وعندي مشروع وما لقيت مستثمرين، وهذه مشكلتكم الأساسية ومشكلة أغلب رواد الأعمال الأساسية ومشكلتنا حنا كلنا، يعني إنه ما عندي مستثمرين يعطوني الفلوس اللي أبغاها. طيب والله إذا كان المسألة أنه أنا ممكن أضحي بدل ما أجيب مستثمر ويعطيني الفلوس اللي أبغاها ويأخذ 20% خلي يصير العكس، أنا أخذ 2% من الشركة
وهو يصير ياخذ 98% من الشركه مقابل فلوس اذا كان انا اضمن يعني هذا هو احتاجه واحتاج فلوسه عشان انجح. اذا ما كان في طريقه انه انا اعملها زي ما قال مازن انه اجيب العميل الاول ولا زي ما ذكر قبل، اذا كانت الفلوس فعلا محتاجينها انا انجح. ما حد يقدر ياخذ منك، صح المستثمر ضحك عليك واخذ منك الحصه الاعظم من الشركه والنجاح هذا، بس هل انت كرائد اعمال او انت كرائده اعمال ما عندك قدره تعمل شركات ثانيه؟ هل انتم عمركم 70 سنه اللي والله خلاص تبي تموت ما يمديك تسوي شركه ثانيه؟ اشتغل سنة سنتين ثلاثة أربعة، اعمل نجاح كبير، ركز على النجاح. إذا معنى النجاح هذا أنه المستثمر بيضحك علي بأخذ حصة كبيرة، أجيب معي واحد يساعدني في الشركة كنائب رئيس كمدير كمدير تقنية كمطور كمصمم أحتاجه وأعطيله حصة من الشركة مقابل أنه يدخل معي، بس تنجح الشركة. إذا نجحت الشركة ما في أحد يقدر يأخذ منك اسم أنك أنت مؤسس الشركة هذه. تروح تطرق أبواب أي مستثمر تقولوا أنا اللي أسست الشركة الناجحة هذيك، عطني فلوس، يعطيك فلوس وما عاد تصير مشكلة. فلا تركز أنه يكون الفكرة زي ما قال مازن، لا تستميت لفكرتك وتحبها أكثر من اللازم. ابدأ وانجح، وإذا نجحت حتى لو أنك ضحيت في أنك تستفيد من نجاحك الأول، صدقني راح يصير في نجاح ثاني وثالث ورابع إن شاء الله بتوفيق ربي. في نقاط كفاني على يقولون أبو محمد الله يجزاه خير. دائما في الحديث عن ريادة الأعمال وفي المؤتمرات والمنتديات وورش العمل وحتى في لجنة شباب الأعمال في الصراف الناس، يكون الناس كل واحد طالع من الباب يقول أنا لازم أبدأ مشروعي وبستقيل وأبدأ وظيفة، بستقيل من وظيفتي وأبدأ مشروعي. يحس الشخص الموظف أنه أنا ناقص، رائد الأعمال هو الأفضل مني لأني موظف. اللي هنا نبغى نقوله مو بكل الناس جاهزين انهم يكون رائدين اعمال من البدايه، هذا اولا. الثاني مو بعيب انك تكون موظف، يمكن رياده الاعمال ليست لك، مو لانها والله ما تناسبك او مو لانك انت خلينا نقول تقليلا في قدرك، ولكن لانك يمكن ما بعد وصلت المرحله المناسبه، يمكن ما كان عندك الخبرات الكافيه انك تبدا هالشيء، لان ما عندك خلينا نقول الفكره او الجاهزيه النفسيه، الجاهزيه الاجتماعيه، الجاهزيه حتى من ناحيه الفكره انك تبدا الان هالشيء. فمو هو بعيب ابدا انك ما تكون رائد اعمال. هذه اول نقطه لازم الجميع يكون نقول متشربها تماما. الشغله الثانيه واللي تكلمنا فيها في عرض حديثنا اليوم، البدايات الصغيره. البدايات الصغيره لو نلاحظ ونرجع لاكبر قصص النجاح نلقى ان بداياتها كانت جدا صغيره، من جراج زي ما قال الراكان، ثم بعد ذلك انتقلت وصارت شيء كبير جدا. ابدا صغير ثم اكبر، هذا هو نقول النمو الفطري والطبيعي. آخر أقول شغلة بعد ثالثة مهمة اللي هي موضوع المشاركة. كثير من رواد الأعمال يحب فكرة لدرجة إنه ما يبغى يدخل فيها أي أحد يأكل مع الكيكة. تخيلوها كيكة صغيرة ما يبغى أي أحد حتى يشم الريحة ريحة الكيكة هذه. فهنا الفكرة إنه والله إذا تبغى فعلا تكبر المشروع يطلب منك هذا الشيء وقت، ويطلب منك خلينا نقول إنك تشتغل في أمور كثيرة عدة. لها الأساسي مو إنك تجيب موظفين زيادة، الموظف بيشتغل من عندك الساعة بيشتغل عندك من الساعة 9 إلى 5 ويمشي، ولا راح يبقى عندك للأبد. اللي فعلا بيبقى معك للأبد وبيطور الشركة ويحط فيها خلينا نقول قلبه وروحه وعرقه شريكك. فابحث عن شريك من البداية أو عند التوسع. كبر الكيكة وخلها ياكل كيكتك، إذا نص كيكتك أحسن مما تبقى الفكرة خلينا نقول بغير تنفيذ، أو تموت في بدايتها. يمكن سبب موتها مو لأن الفكرة سيئة أو لأن الإكسكيوشن سيء، لأنك أنت ما قدرت لحالك تلحق من كثر الضغط والطلب. فكبر كيكتك وخل غيرك يشاركك عشان الفكرة تنجح. شخصيا سويت هالشيء ولله الحمد، وجدت خلينا نقول مشاريع كثيرة لو ما كبرت الكيكة وخليت الشركاء يدخلون معي فالمشاريع هذه ماتت، وخلينا نقول فشلت فشلا ذريعا. تعطي فقط ثقة وتتنازل شوي عن بعض الطمع اللي فطري في كثير من الناس، تعطي غيرك فرصة وخلينا نقول حصة تخليه حريص على الشغل. آخر شغلة وهي يمكن تكلم عنها أبو محمد وأبغى أكد عليها جدا، إن شاء الله الله عز وجل أعمار أمتي بين 60 و40، ففي دائما فرصة أنك تبدأ مشروع واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. ونرجع مرة ثانية نقول أن الفشل مو هو خلينا نقول سبب يخليك أنك ما تكمل وتواصل فكرة أخرى وثانية. زائد قليل تلقى رائد أعمال يكون عنده مشروع واحد في حياته. مو بعيب أبدا أنك تكون في مرحلة مراحل اشتغلت على مشروع وفكرة وانتقلت لمرحلة أخرى واشتغلت على فكرة أخرى وانتقلت،
في السيليكون فالي وغيرها من فاوندرز يقول لك انا اسست 20 شركه 40 شركه 30 شركه، بعضهم يقول لك انا اسست 70 شركه وكلها بعتها ولا سويتها. فموضوع تاسيس الشركات خلينا نقول تحول احيانا الى خلينا نقول زي العاده، لكن في نهايه المطاف مشروع انت تقدر في حياتك انك تبدا اكثر مشروع، اما لنجاح الاول وتبغى تنتقل لنجاح اخر ثاني، او لفشل المشروع هذا وتبغى تجرب فرصه اخرى. اتمنى للجميع التوفيق، ونكرر شكرنا للسفاره الامريكيه على حسن الاستضافه والتنسيق، وعفوا عن القصور. نشكركم على اللي طولنا عليكم الحضور. قلنا انه راكان على تويتر هو راكان نور، انا ار بلا على تويتر ار بي اي ال ال اي اي، ومازن على الضراب او مازن الضراب راكان العيدي ورشيد البلاع. ونحاول نتواصل مع الاخوان في السفاره انه يكون في القناة اليوتيوب اللي راح تكون المحاضرة فيها أو الندوة فيها، إنه يكون فيه الـ 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 الروابط لاشتراكاتنا في تويتر وعلى المواقع. وشاكرين وقتكم مرة أخرى، والسلام عليكم.